يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، قال: علما نشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله. هذا هو مفهوم الصدقة الجارية. الرزق على الله، ولن يموت الإنسان إلا في يومه، ولن يأكل أكثر من رزقه، فلما لا يوقف شيئا من ماله لله؟ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. تسارع الصحابة كل من يملك شيئا فيوقفه. أبو طلحة الأنصاري يملك حديقة كبيرة فيها من الثمار، فيها من المحاصيل، هي أحب أمواله إليه، أسرع لإيقافها. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يوصيهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد يجعل له شيئا يبقى له بعد وفاته. فأوقف عمر أرضا كبيرة عنده في خيبر وجعلها كلها لله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.